وتفقد الطير فقال ما لي لا الطيبة في ليلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالشوق حركني من غير تردد، والشعر أبحر في غرام محمد، فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد. شرف اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره نكفى الهموم ونهتدي، وإلهنا أوصى فهيا رددوا يا رب صل على الحبيب محمد. ألم أقل أنكم أم أقل لكم أنها ليلة النبي؟ فحينما نبدأ ليلتنا باستشعارنا أنها ليلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقينا بالله أن يأتي الفتح في من يقرأ القرآن، وفي من يتحدث عن رسول الله، وفي من يمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا جميعا مهما تحدثنا وقلنا ما وصلنا لقدره صلى الله عليه وآله، فإنه لا يعلم قدره إلا مولاه. والآن مع كلمة فضيلة الدكتور أحمد زهير، أستاذ الفقه المقارن وإمام وخطيب بإدارة أوقاف البساتين، فليتفضل مشكورا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سلك طريقه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه، ورضي الله عن آل البيت أجمعين، وعن الطيبين الطاهرين المحتسبين، وعنا معهم أجمعين، اللهم آمين. وبعد، إخوة الإسلام والمسلمين، السلام عليكم ورحمة الله. أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم، نشكر لكم دعوتكم الكريمة، ونثمن هذه الدعوة المباركة التي من نفحاتها أن استمعنا إلى كلام ربنا سبحانه وتعالى أشبه أن يكون غضاً طرياً. نرحب بالحضور من الجالسين من هو أجدر وأولى وأحق بأن يتكلم، بيد أن هي أقدار الله، فقدرنا أن نتحدث في دقائق عشر. نشكر من خلالها فضيلة شيخ الإدارة، مدير الإدارة، على ما أولى ومنح ووسق وقدم، وعلى السادة اللفيف الحضور الذين نشكر لهم الحضور الكريم هذه الليلة العظيمة الكريمة التي اجتمع فيها الناس جميعا، التف فيها الصغير والكبير، الكل على هدف واحد، الغاية المنشودة حب الله وحب رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أشكر فضيلة شيخ المسجد حبيبي، هذا الرجل الذي يحبني، هو يحبني، وهذه منة، أسأل الله أن يساعدنا على مكافأته. نقول وبالله التوفيق، بعد أن التمسنا العذر من الحاضرين ومن لم نقدم له التحية والترحاب، فعليه ألا يؤاخذ، فهذا قدر الإنسان، قدرنا الغياب، وما كان ربك نسيا،
قال قارئنا مما نزل على قلب سيد الأنبياء والمرسلين: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وإن نبينا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم ذكرنا بالحقوق كلها، فكان يصل أصدقاء خديجة وقال: كانت تأتينا أيام خديجة، وحفظ النبي واستبقى واسترعى للأنصار ودهم صلوات الله وسلامه عليه. لما فتحت مكة قام الأنصار يتهامسون ويقولون: إن الرجل قد لاقى أهله، ولعل بالرجل رغبة، ولعل بالرجل رغبة أن يستبقي أو أن يظل ما تبقى من عمره بمكة. فطارت كلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال كلمته الخالدة: يا معشر الأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم، لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار صلوات الله وسلامه عليه. فأين نحن من استبقاء العهد؟ أين نحن من حفظ الود؟ أين نحن من صون العشرة؟ أين نحن من التأسي والاقتداء والاهتداء بسيد الأنبياء والمرسلين؟ إن نبينا الكريم يوم أن أراد أن يدخل الكعبة قبل البعثة، فقام عثمان بن طلحة ومنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حجب النبي عن أن يدخل إلى الكعبة، فدفعه النبي ودخل وظل بالبيت ما شاء الله أن يظل، ثم خرج فالتفت إلى عثمان، وليس هو عثمان، هو مدير الإدارة، فالتفت إلى عثمان وقال: صلوا على النبي، الشيخ النعماني خد كل شيء، ما ترك لنا شيئا، لعل الله أن يعوضنا بأبي سريع إن شاء الله، الشيخ أبو سريع إن شاء الله، الشيخ محمد يعوضنا إن شاء الله، ويعني يهدئ المشاعر التي اشتعلت. مش كده سيدنا؟ يبقى سيدنا عثمان بن طلحة إيه؟ منع النبي، لكن النبي لم يمتنع، دخل إلى جوف الكعبة، قضى بها ما شاء الله أن يقضي. خرج المصطفى ملتفتا إلى عثمان وقال: يا عثمان، يأتي عليك يوم والمفتاح بيدي، أضعه حيث شئت وأنزعه ممن شئت. ثم مضت الأيام، يقول عثمان يوم أن قال النبي هذا الكلام: وقع في نفسي أنه سيقع. ومضت الأيام وجاءت البعثة وهاجر المصطفى وخرجت قريش بفلذات أكبادها ببدر وأحد والأحزاب. ثم قال النبي: بعد ذلك نغزوهم ولا يغزوننا. وكانت الحديبية، وكان فتحا كبيرا، هو الذي صدق، هو الذي صدق، لقد صدق الله رسوله بالحق، لتدخلن، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين. في هذا المشهد العصيب جاء بعثمان وقد طلبه النبي واستدعاه النبي، أين عثمان؟ لما وقع المفتاح في يد سيدنا علي بن أبي طالب قال: يا رسول الله، اجمع لنا السدانة مع الرفادة والسقاية، اجمع لنا المكارم والشمائل والفضائل. فقال: أين عثمان بن طلحة؟ فجاء به يرجف، قال: أنا هو، ها أنا ذا يا رسول الله. قال: يا عثمان، أتذكر يوما أن قلت لك عسى أن يأتي عليك يوم والمفتاح بيدي، أضعه حيث شئت وأنزعه ممن شئت؟ خذوها آل طلحة، خذوها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم، اليوم يوم بر ووفاء، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فذكر إن نفعت الذكرى، وأترك المجال لغيري، لعل المجال يتسع إلى ما فيه أخير وأرحب وأنفع لصالح الحضور. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، في غاية السعادة والامتنان للدعوة الكريمة المباركة
شاكر لكل الحضور، وأعتذر لمن قصرت في حقه من التقديم والترحاب. كلكم، كلنا جميعا، كما قال فينا الحبيب المصطفى: كلكم لآدم، وآدم من تراب. وإن معيار التفاضل عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، جعلني الله وإياكم من المتقين. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيد الأولين والآخرين، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جزاك الله خيرا سيدنا، ونشكر لك تواضعك، ونشكر لك ما أوليت علينا من فضل وشرف لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كما قلت لحضراتكم لا يعلم قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا الله. فقد قال أحد الصالحين: داعي العناية من أزل ينادينا، والمصطفى صلوا عليه، والمصطفى لصراط الله يهدينا، في عهد يوم ألست أشرقت علنا، تلك العناية بالحسنى توالينا، قد أنعم الله بالحسنى لنا أزلا، حتى خصصنا بخير الرسل هادينا، كنا نعم أمة المختار من مدحت، فاقرأ أخي كنتم تعطى أمانينا، الحب مبدأنا والوجه قبلتنا، والمصطفى قدوتي فاعلم مراقينا، خمر المحبة قد دارت مقدسة، أحيت قلوبا صفت شهدت مبادينا، كم جاهل صار بالعرفان مبتهجا، كيف لا ورسول الله ساقينا. والآن مع كلمة فضيلة الشيخ أحمد أبو زيد، مدير عام إدارة أوقاف البساتين، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تساعدوني ولا لم العدة وامشي واخد الرجالة معايا؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي منى على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فله الحمد الذي جعلنا من أتباع هذا النبي، هذا الرسول الكريم الأمين، والنبي الرؤوف الرحيم المرسول رحمة للعالمين، فطوبى لمن آمن به وصدقه، وويل لمن كذبه وشاققه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن محمدا إمامنا وقائدنا ورائدنا ومعلمنا وطبيبنا وشفيعنا وحبيبنا، سبحان من أعطاه الحكمة وفصل الخطاب، فبين للناس أمور دينهم ودنياهم، ورسم لهم طريق الخير في الدين والدنيا، فجزاه الله عنا خير الجزاء. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين آمنوا، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم أما بعد، يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبتم وطاب ممشاكم ومسعاكم، وجعل الله الجنة مثوايا ومثواكم. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فنحن في بادئ الأمر نشكر حضراتكم جميعا، ونشهد الله بأننا جميعا نحبكم في الله، ونشكر مجلس إدارة المسجد لأنه كان حريص دائما وأبدا على إقامة الشعائر فيه، ومن فضل المولى عز وجل ونفحات حب حبيبكم صلى الله عليه وسلم من علينا في هذه الليلة الكريمة العظيمة
التي لا يسعني القول في الشكر ليها، فضل الحق سبحانه وتعالى من علينا بفضيلة الشيخ طه النعمان، أعطاه الله مزمار من مزامير داود فمن علينا به، وهناك مزمار آخر بندخر الحسن الختام فضيلة الشيخ أبو سريع، ونشكر فضيلة الدكتور أحمد زهير من كبار علماء الأوقاف، كما نشكر فضيلة الشيخ محمود معوض إمام المسجد، ونشكر الضيوف الأفاضل، وهناك لهم دور مع رواد المسجد. نشكر كل الشكر لضيف العزيز، وهو مش ضيف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن المهندس أحمد حسين، ونشكر النائب المحترم جدا 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 اللي شرفنا ونحن في دائرته فضيل الأستاذ سعيد شبايك، وأبلغكم اعتذار النائب أحمد الجزار لمرض والدته، الله أسأل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، كما نشكر الأستاذ أحمد الصحفي جريدة الجمهورية، وكل الأفاضل فضيلة الشيخ العالم الجليل أحمد، وكل الأفاضل، وسامحوني لو نسيت أحد، لكننا في ذكرى خير الأنام عليه الصلاة وأزكى السلام، الكل مباح ومسموح للسماح معنا، حتى لا أطيل الوقت، لأن الليلة بها شجون من قرآن وإنشاد وعلم وفضل الحضور. هرد بس في عجالة سريعة اللي بينكر علينا حب النبي في الاحتفال صلى الله عليه وسلم، أقول نحن لا نعبد النبي ولكننا نحب النبي، وإذا كان حب النبي بدعة ما أجملها وما أحلاها بدعة، الله أسأل أن يدوم علينا هذه البدعة الجميلة. الذي يدعي بأنه من أهل القرآن وينكر على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم السنة، هنعرض سويا من القرآن لنرد عليه، ثم أذكر وصايا عشر نحتفل بها طول العام بخير الأنام عليه الصلاة وأزكى السلام. ردا على أهل القرآن أقول لهم هيا بنا مع القرآن، هم يدعون أهل القرآن وينكرون سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعلمنا من أهل القرآن الآية 7 من سورة الحشر، قول الحق سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول خذوه ولا سبوه، مش ده أهل القرآن يا مولانا؟ أيضا تعلمنا من أهل القرآن الآية 2 و3 من سورة النجم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، مش ده القرآن؟ أيضا من القرآن الآية 80 من سورة النساء، حين أن يخبرنا الحق من أطاع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، أي أنك إذا أطعت الحبيب المصطفى أطعت الله في أمره، يعني طاعة الرسول أمر من الله. نعم، والأكثر من ذلك الآية 65 من سورة النساء أيضا، حين أن يقسم رب العزة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. القرآن مليء، أمر الحق سبحانه وتعالى حبيبه بالرحمة في الآية 159 من سورة العمران، حين أن قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فذا غليظ القلب لانفضوا، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أمره أيضا في الآية 199 من سورة الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. القرآن لا يسعنا الزمن حتى نتحدث على ذكر وحب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وصايا عشر نحتفل بها طول العام، عدوا معايا بعد ما تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. رقم 1 بصدق محبته صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، صلوا على الحبيب. رقم 2 باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. رقم 3 بالتفقه في سيرته صلى الله عليه وسلم. رقم 4 بالزود عنه ونصرته
صلى الله عليه وسلم. رقم خمسة بالتمسك بشريعته صلى الله عليه وسلم. رقم ستة بالتمسك بسماحة خلقه صلى الله عليه وسلم. رقم سبعة بالسعي إلى زيارته صلى الله عليه وسلم. رقم ثمانية بالرفق والرحمة بأمته صلى الله عليه وسلم. رقم تسعة بمحبتك لأهل بيته وعشيرته صلى الله عليه وسلم. رقم عشرة بالصلاة والسلام عليه وطلب رفقته وشفاعته صلى الله عليه وسلم. يكفينا بأن الله زكاه في القرآن، زك عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزك لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزك صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزك ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك، وزك معلمه فقال علمه شديد القوى، وزك بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزك فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. أسأل الله العظيم أن يجمعنا مع صاحب الخلق العظيم في الفردوس الأعلى، ليسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، نظرا لما يتبقى من مسك الختام وفضل الوجود بعد الصلاة والسلام على خير ولد ومولود، خير الأنام عليه الصلاة وأزكى السلام. والسلام عليكم ورحمة الله.